في كتير أمور بالحياة بتوجع الراس، بس ما في شي بوجع الراس مثل الصداع النصفي أو الشقيقة. هالصداع القوي بيصير على شكل نوبات وبيسبب الألم بجانب واحد من الراس وبفترات متقطعة، وممكن يستمر الألم من 4 ساعات لثلاث أيام. الله يساعدك يا سعيد. سعيد تيجي نوبات الألم على شكل ومضات وبتتركز بجانب واحد من الراس وبيحس بالغثيان وما بيعود يتحمل الضوء ولا الصوت، مشان هيك بيجلس بمكان هادي ومظلم ليخفف الألم وبدون ما يعمل أي مجهود بدني. أكثر من 10% من الأشخاص البالغين بيعانوا من الصداع النصفي، خاصة ما بين عمر 35 و45 سنة، بس كمان ممكن يصيب الأطفال والنساء بشكل 75% من المرضى. أوف. وأسباب الصداع النصفي غير معروفة، وهي مزيج من العوامل البيئية والحياتية والعوامل الوراثية. العلاج بيكون عبر الأدوية من مسكنات الألم العادية أو الأدوية الخاصة بالصداع النصفي، بس ضروري أنك تغير سلوك حياتك وتبعد عن الوجبات الغذائية غير المنتظمة، ويكون نومك منتظم، وتتجنب الشوكولا والكافيين، وابتعدوا عن الأمور بتوجع الراس. وعساكم دوم بصحة وسعادة.